نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مهرجان الديد للتمور في نسخته الثانية بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة وملاك النخيل وعشاق التمور. سعود الكتبي زار المهرجان وأعد التقرير التالي. هنا يمكن لزائر مهرجان الديد للتمور الاطلاع على أصناف تمر ذات جودة عالية، حيث يمتزج الطعم بالأصالة وكرم الضيافة. في جولتنا سنطلعكم على ما يقدمه المهرجان. مع اعتدال الجو ودخول موسم إنتاج التمر، ها هو مهرجان الديد للتمور يحل علينا بنسخته الثانية، حيث افتتح فعالياته سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجهة المنظمة للحدث، وتجول الحاضرون بين أروقة المعرض الذي يضم العديد من الأقسام، مقدما مجموعة واسعة من مختلف أنواع التمور الفاخرة والتجارية ومشتقات التمر إلى جانب المنتجات الأخرى كالعسل. هذه النسخة الثانية لمهرجان التمور، كان المهرجان السابق في مدينة الشارقة، وتم نقل المهرجان من مدينة الشارقة إلى مدينة الديد لقرب هذا المهرجان من أصحاب المزارع وأصحاب العلاقة، سواء كان في البيع والشراء. يمكن مدينة الديد في الأشهر السابقة أطلقنا له مهرجان الديد للرطب، واليوم مهرجان الديد للتمور. هذا المهرجان يعد منصة للباعة المحليين لتسويق منتجاتهم من التمور ومشتقاتها، إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل، كما يتم خلال المهرجان تنظيم مزاد على جميع أنواع التمور ليكون بذلك داعما مميزا لملاك النخيل في المنطقة الوسطى والمناطق الأخرى. جل الاهتمام من الغرفة لهذا المهرجان بالنهوض من جديد بالنخيل والعائد الاستثماري للنخيل الذي من شأنه أن يعود بالنفع العام على أبناء دولة الإمارات. والحقيقة مثل هذه المهرجات والنخيل لها المكانة السامية في قلوب أبناء الإمارات كلهم، فتعودنا من مجتمع دولة الإمارات العربية أن يكونوا أعمدة النجاح مثل هذه المهرجانات. لقينا الإبداع، لقينا كل المزارعين تشوفوا الابتسامة فيهم، بدأوا يسوقون منتجاتهم، بدأوا يعرضون منتجاتهم. إن شاء الله في الموسم القادم أنا تلاحظون المهرجان هذا أحسن بفرق كبير جدا، لأن الحين كل المزارعين يتابعون منتجاتهم. ليش؟ بيشوف كل واحد أحسن إنتاج، بيشوف السنة الجاية بيطور إنتاجه، بيطور عملية التمور عنده، بيطور الإنتاج بعملية التسويق. حتى السادس من نوفمبر يستقطب مهرجان الديد للتمور زواره من المهتمين بهذه الثمرة المرتبطة بتراث الإمارات، مؤكدا في الوقت ذاته أهميته في كونه فرصة لتشجيع التنمية الزراعية في المنطقة والدولة بما يسهم في رفض الاقتصاد بشكل عام.